بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم مع مادة البيولوجي. المرة اللي فاتت احنا كنا بدأنا في الكريكلم تبع السكند سيمستر واتكلمنا فيها على مندل فيرست لو. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الباقي من الليسون ده، وهناخد مندل ذا سكند لو، وكمان هنتكلم عن حاجة اسمها ليك اوف دومينانس. قبل ما نبدأ في السيشن لدرس النهاردة عايزين نفكر بعض بمندل فيرست لو. احنا اتفقنا عندنا ان كان مندل فيرست لو بيتكلم عندنا عن لما بيحصل انهيرتنس لكاركتر، قلنا ان الكاركتر دي بنعبر عنها او بتظهر عندنا على شكل تو ألنز. بيتم توارث هذه الصفة عندنا مندل لو بيور فيه الصفتين، الفيرست جنريشن بتظهر فيه الدوميننت كاركتر بنسبة 100%، والسكند جنريشن عندنا بيبدأ يظهر في 3 2 1 دوميننتلي ريسيسيف. واتكلمنا في البداية خالص ان احنا علشان نفهم وراثة صح لازم يبقى في عندنا شوية رولز كده، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. من اهمها ان اي كاركتر عندنا، اي صفة عندنا بنعبر عنها بتو أليلز، او لان هي محمولة على وان بير اوف جينز عندنا، جين بياخده من الأب وجين بياخده من الأم، فأي صفة عندنا بنعبر عنها بتو ليترز حرفين. واتكلمنا عندنا إن الصفة الدوميننت إما إن تكون الحروف بتاعتها كابيتال، وهنا يعني مثلا لو إيه هتبقى إيه كابيتال إيه كابيتال فتبقى بيور، أو إيه كابيتال إيه سمول فتبقى هايبرد، وده بالنسبة للصفة الدوميننت. واتكلمنا على الصفة الريسيسيف وقلنا ان هي دائما وابدا بيور، ودائما وابدا بتاخد الحروف السمول عندنا من الحرف الكابيتال للصفة الدوميننت. دي اهم جزئية لازم نبقى فاهمينها كويس جدا عشان نعرف نحل مسائل الوراثة كويس. قدامنا مسألة هي ممكن تجي لنا في الامتحان وبيقول لنا a pure breeding plant with smooth stems، يبقى هو بيتكلم هنا على السموث ستيم was crossed with، وكمان بيقول ان هي بيور. طب هي دوميننت ولا ريسيسيف يا مس؟ نكمل المسألة ونشوف القصة معاها ايه. بيقول لنا with a hairy stems heterozygous. هو ما قالناش في المثال ده هل هي مين الدوميننت ومين الريسيسيف، بس من كلمة بيور وهيتروزايجس هنبدأ احنا نوضح مع بعض مين الدوميننت ومين الريسيسيف. تمام يا ولاد، نكمل مع بعض تاني. احنا عايزة اديكم بسرعة كده سريعا تطبيق على مندل فيرست لو. هنا المسألة بتقول لنا بيور وسموث ستيم، واتكلمت على الهيرلي ستيم وهيتروزايجس. احنا عارفين يا ولاد ان دائما وابدا الريسيسيف كاركتر بتبقى بيور، فهو قال لنا في الاول بيور، فاحنا مش عارفين ما هي، ممكن الدوميننت تكون بيور، فلا لسه المساله مش واضحه. لما جه عندنا قال لنا هيرلي ستيم هيتروزايجس بلانت، من كلمه هيتروزايجس دي يعني هايبرد، معنى كده ان الهيرلي ستيم هي الدوميننت والسموث ستيم هي الريسيسيف. تمام يا ولاد، هو ما قالناش صراحة، بس احنا خلاص احنا فاهمين ان اللي بتبقى عندنا هيتروزايجس، اللي ممكن تبقى بيور وممكن تبقى هيتروزايجس، هي دي الصفة الدوميننت. فبالتالي عندنا هنا هناخد هيبقى الهيرلي ستيم هي دوميننت اوفر بيور ستيم. فلما نيجي نعمل البيرنت عندنا يا ولاد هنقول عندنا اتش كابيتال، احنا بنقول هير ستيم هيتروزايجس، فهتبقى اتش كابيتال اتش سمول، ده اللي هيبقى مين يا ولاد؟ ده الهيرلي. تمام كده. طب السموث يا مس اكس، احنا اتفقنا عندنا ان الاكس بتكون علامة الكروس والبي هي البيرنت، هو قال لنا عندنا بيور وهي الصفة الريسيسيف، فبالتالي بتاخد الحرف السمول من الصفة الايه الدوميننت. يبقى احنا بكده من المعلومات اللي جبها لنا عرفنا نعمل احنا هنعمل الماتنج بتوين او الكروسنج بتوين مين ومين. خلاص يا ولاد خلاص بقت المسألة سهلة بالنسبة لنا كده، طالما فهمناها هنجيب الجاميتس عندنا هنا، هناخد الاتش كابيتال لوحدها، الجاميتس بتاع احنا اتفقنا ده ناتجة من انقسام ميوزي
فبالتالي لو عندنا حرفين ناخد في الجميد حرف واحد وما نكررش، يعني هناخد الاتش كابيتال والاتش سمول. هنا لو قسمناهم بالنص عندنا عشان نعمل الميوزس هنلاقي اتش سمول واتش سمول، فبالتالي عندنا لا ناخد واحدة منهم بس. اوكي ما نكررش، ملوش لازمة التكرار. اوكي يبقى الجاميتس عندنا من اتش كابيتال اتش سمول، اتش كابيتال اتش سمول، وهنا اتش سمول. طيب نجيب الاوف سبرينج بقى. اوكي هناخد عندنا ده مع ده مرة، يبقى اتش كابيتال اتش سمول، وهناخد دي مع دي مرة فيبقى اتش سمول اتش سمول. ده عندنا هيرلي، هنكتب طبعا هنا هيرلي، نكتبها كاملة بس معلش بقى مش مساعداني الكتابة، وهنا هنكتب سموث، وهنقول الريشيو عندنا 1 2 1، وبكده المسألة تكون اتحلت كويس جدا. ناخد بالنا من حاجة، الحروف اللي هي اتش كابيتال اتش سمول او اتش سمول اتش سمول دي عبارة عن مين يا ولاد؟ الجينوتايب ولا الفينوتايب؟ تمام، عبارة عن الجينوتايب. طيب هيري هيرلي ولا سموث؟ ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن الفينوتايب. الفينوتايب يبقى هو بيقول لنا ايه الريشيو بين الهيرلي والسموث، هو عايز هنا ريشيو بين الفينوتايب، هتبقى الريشيو عندنا 1 تو 1. ده سريعا كده نفتكر مندل فيرست لو. عندنا بقى مندل سكند لو. مندل سكند لو عندنا اسمه ايه الاول؟ اسمه اندبندنت اسورتمنت اوف جينيتيك فاكتورز، طبعا فاكتورز اللي هي الجينز. طيب مندل سكند لو بيتكلم على ايه؟ هو على فكره برضو في كومبليت دوميننس هنا، بس بدل ما مندل فيرست لو كنا بنتكلم على اونلي 1 كاركتر، احنا هنا نتكلم على 2 كاركتر. فبتقول عندنا when crossing two pure individuals that are different in two pairs or more of different allelomorphic characters، يبقى هنا الاختلافات في two pairs or more. Each pair of characters is inherited independently، يبقى كل واحد هنا كل صفة بيتم توارثها بمعزل عن التانية، منفصل عن التانية، ملهاش يعني مش الاتنين بيأثروا في بعض. فبالتالي عندنا لما بيحصل الكروسنج ده بتوين حد بيكون او individual بيكون معاه الصفتين عندنا بيكونوا dominant، والindividual التاني بيكون معاه الصفتين عندنا recessive. في الفيرست جنريشن عندنا الindividuals اللي طالعه كلها بتحمل ال dominant characters بنسبة 100%، وفي السكند جنريشن بتظهر الصفات عندنا بريشيو 9 to 3 to 3 to 1. ايه مس الكلام الكتير ده، انا مش فاهم حاجة. طيب نحاول بقى نجيب مع بعض كده ونفهم القصة ماشية ازاي. احنا كنا في مندل الاول بناخد صفة قصاد صفة وبنحاول نشتغل معاها، وطبعا احنا اتفقنا ان مندل بياخد الصفة بيور، يعني لو بيتكلم على لو بيتكلم عندنا على كاركتر بنقول عندنا في الماتنج في البداية خالص بيبقى يتكلم عن بيور دوميننت، وطبعا الريسيسيف اللي هي دائما بيور. في مندل سكند لو نفس القصة بالظبط، بس بدل ما كنا بنستعمل صفة واحدة او بنشتغل على صفة واحدة هنشتغل على صفتين. طيب هي الصفة الواحدة يا مس محمولة على بير اوف جين، فبالتالي بنعبر عنها بحرفين. طيب لما يكونوا صفتين هنعبر عنها بأربع حروف. تمام يا ولاد، هنعبر عنها بأربع حروف. فإحنا عندنا هنتكلم على برضو البي بلانت عندنا نبات البسال. طيب السيتز بتاعتها ايه يا ولاد؟ لا اما ان هي تكون يلو اند سموث او جرين ورينكلد. طيب يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الصفة الديمينانت هي اليلو، اليلو ديمينانت اوفر ذا جرين كالر. السموث عندنا دوميننت اوفر ذا رينكلد كاركتر، الأصفر سائد على الأخضر والأملس سائد على المجعد. فإحنا عندنا كده الانديفيديو الأول ماسك الصفة الدوميننت في التو كاركترز يلو أند سموث، وهنا جرين أند رينكلد. طيب إحنا عايزين ناخد الجميد سي ام اس،
ده طبعا البيرنت، وهنا ده طبعا مين؟ الجاميتس. طب احنا عايزين ناخد الجاميتس يا مس، احنا هناك كان في حرفين فهناخد نصهم، فبناخد only one letter. طيب هنا لا، ده احنا بنتكلم على two characters، يعني بنتكلم على 4 حروف، فنصهم هيبقى حرفين. فهنا واي كابيتال، واي كابيتال، اس كابيتال، اس كابيتال. الطبيعي ان احنا بنعمل ايه يا اولاد؟ ان احنا المفروض هناخد الواي كابيتال دي مرة مع الاس دي ومرة مع الاس دي، وبعدين ناخد الواي دي اللي هي الكابيتال واي ده مرة مع الاس ومرة هنا مع الاس، بس الاس كابيتال واس كابيتال. فطبعا إيه، لما نيجي نبص هنلاقيهم كلهم متشابهين، فبناخد اونلي وان بروبرتي من ده، احتمالية واحدة بس اللي هي كابيتال واي وايه كابيتال اس. تمام، ده لما بناخدها في الجميد. والتانية نفس القصة، هتبقى بنفس الأسلوب، هتبقى كل الأربعة شكل بعض، فبالتالي بنختار منهم واحدة بس اللي هي إيه، أو بناخد واحدة بس ملوش لازمة التكرار اللي هي واي سمول اس سمول. يبقى ده عندنا مين؟ الجميد. لما نيجي نعمل بعد كده بقى ونجيب الأوف سبرينج عندنا، احنا بنرجع الوضع كما هو عليه. لازم الانديفيديوال بتبقى شكلها او الترتيب بتاع الحروف بتاعتها زي الاباء بالظبط. نجمع الواي كابيتال مع الواي سمول، والاس كابيتال مع الاس سمول، ويبقى هنا الاوفيس برينج رجعنا تاني لاربعه ليترز زي مين يا ولاد؟ زي البيرنتس عندنا. طيب يبقى نيجي نبص عندنا كابيتال واي سمول واي، ده عبارة عن يلو. كابيتال اس سمول اس، ده عندنا عبارة عن مين؟ سموث. فبالتالي عندنا مين اللي طلع؟ الصفة الدوميننت اللي طلعت بنسبة كام؟ 100%. ده بالنسبة طبعا للفيرست جينيريشن. ناخد بقى عندنا السكند جينيريشن، هناخد تو individuals لهم نفس الكاركترز بتاعت الاوف سبرينج. طيب هنا يا مس هنبدا ناخد الجاميتس ازاي؟ خدوا بالكم، الجاميتس اللي هتطلع من هنا زي الجاميتس اللي هتطلع من هنا بقى هنا، فبالتالي هنتعامل مع واحده بس. هناخد الكابيتال واي دي مره مع الاس كابيتال، فهيبقى احنا دلوقتي بناخد الجاميتس للسكند جنريشن بشويس كده مع بعض، يبقى كابيتال واي كابيتال اس، ادي اول جميد هيبقى معانا ونحطه في سيركل. ها تاني جميد معانا نفس الواي كابيتال، تاخد الاحتمالية التانية وهي الاس سمول، فهيبقى تاني نوع من الجميد معانا واي كابيتال اس سمول. طيب ها نجيب لون تاني علشان الدنيا تبقى واضحة كده. ها ناخد الواي سمول، يبقى احنا ده الاحتماليه هي مع الواي كابيتال. ناخد بقى الاحتماليه مع السمول واي، عندنا سمول واي مع كابيتال اس، وهنا سمول واي مع سمول اس. معلش هي الاس دي المفروض كانت كبرت شويه، فايه بحاول انا اصغرها بقى تاني عن كده. يبقى كده دول الفور تايبس اوف جميل اللي طلعوا عندنا من الانديفيديوال ده. طب والتاني ده هيطلع نفس القصة، فالموضوع بنلقاه كبير قوي كده، فبنستعمل حاجة اسمها بانيت سكوير. اللي قدامنا ده اسمه بانيت سكوير. طيب بنعمل ايه؟ بناخد أداة الجميل عندنا من الفيرست انديفيديوال، وشكلها بالظبط عندنا الجميلس التانية من السكند انديفيديوال. تمام، يبقى احنا عندنا ده كده من الفيرست وان الجاميتس بتاعته او الفيرست انديفيديوال، وده من السكند. طيب بنعمل ايه بعد كده يا مس؟ عادي جدا، كأن احنا بنعمل بلس وحاجات كده في الماس. ده مع ده بيدينا الانديفيديوال ده، وهكذا. ده اهو مين اللي معاه ده، يبقى كده. فاهمين معايا ازاي؟ يعني مثلا هجيب لكم مثلا الانديفيديوال ده، اوكي، هيبقى مين عندنا؟ واي سمول وعندنا اس كابيتال، اوكي، وهنا واي سمول اس كابيتال، بقى عندنا واي سمول واي سمول اس كابيتال اس كابيتال، بقى ايه واي سمول يعني جرين.
طب اس كابيتال يعني سموث، فالانديفيديوال عندنا بقى جرين اند سموث. ناخد اخر واحدة مثلا، دي واي سمول اس سمول، وهنا واي سمول اس سمول، فهيبقى واي سمول واي سمول اس سمول اس سمول. واي سمول طبعا هو الجرين، واس سمول عندنا الرينكل، فده هيبقى الانديفيديوال. طب يا مس احنا في الامتحان هيجي لنا الحاجات الكبيره دي؟ لا ابدا، بيجي لنا الموضوع بسيط، عمره ما يعني يجيب لنا جدول او بانت سكوير بالصوره الكبيره دي ويقول لنا اعملوها عشان التايم طبعا يعني. طيب بنلاقي عندنا يا اولاد ان بيطلع عندنا فور ديفرنت انديفيديوال. في حد هيطلع يلو اند سموث، ودول اعلى حد اللي هم واخدين الصفه الدوميننت، فبيبقى 9، يلو رينكلد 3، جرين اند سموث 3، وجرين رينكلد 1. يبقى عندنا الريشيو بتطلع في السكند جنريشن 9 تو 3 تو 3 تو 1. طيب يا ولاد يا مس، طب هو ليه سمى اندبندنت اسورتمنت؟ هعرفكم دلوقتي بشويش كده. احنا عندنا بنقولنا ان هي الصفات بتتوارث منعزلة، يعني كل واحد محتفظ بنفسه ومحتفظ بالصفة بتاعته، مفيش تأثير من صفة على الصفة التانية. طب احنا عايزين نتأكد من القصة دي يا مس. طيب احنا فاكرين في مندل لما كنا بنتكلم على الصفة الواحدة عندنا، كان السكند جنريشن بتبقى الريشيو بتاعته 3 to 1. طيب احنا هنا هنتكلم على صفة واحدة بس اللي هي اليلو مثلا، اليلو والجرين، هنعمل الريشيو عندنا بين اليلو والجرين بس، ملناش دعوه هي سموث ولا رينكل، ده ملناش دعوه بالصفه الثانيه. احنا كان عندنا كام انديفيديوال؟ عندنا طلع يلو هنا 3 بلس 9 يعني 12. احنا بنتكلم دلوقتي على اليلو نسبته الى الجرين. كام انديفيديوال طالع عندنا يلو؟ 9 بلس 3 هيبقى 12. اوكي طب والجرين عندنا كام؟ 3 بلس 1 4. نعملها simplest form ونعمل divided by a by 4، هيبقى 3 2 1. هل نضيف نسبة بتاعت مندل فيرست لو ولا لأ؟ هل هو independent؟ هل وجود الجنين دول في توارثهم مع بعض أثر التاني واحد على التاني؟ لأ، عشان كده اسمه independent assortment. هنعمل نفس القصة مع السموث للرينكلد، نفس القصة. ها السموث عندنا طلع قد ايه؟ 9 و3 عندنا كام؟ 12 12. الى الرينكلد عندنا 3 to 1 يبقى 3 and 1 يبقى 4. نفس القصة، يبقى 3 3 2 1، فبالتالي برضو ما حصلش اي تأثير. يبقى هنا كده فهمنا يعني ايه ليه مندل سكند لو اسمه independent assortment. طيب يا مس الدنيا بقت صعبة قوي ومكلكعة، طب هيجي لنا المسائل في الاكزام عاملة ازاي؟ هيجيب لنا حاجة زي كده بالظبط يا ولاد؟ بيبقى الموضوع بتاعها يعني مندل سكند لو بالذات، علشان الدنيا فيه كتيرة كده، في الغالب بيجي لنا الانديفيديوال جاهزة وشخص يقول لك عندنا احنا ورينا الاوفي سبرينج عندنا اكسبلين اون جيناتيك بيزس ذا ريزلتنج اوف سبرينج، عايز الاوفي سبرينج اللي طالعه من هنا. فنشوف عندنا الاولى، هي عندنا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول مع تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول. هنا بنجيب الجاميتس، واتفقنا خلاص احنا عرفنا وفهمنا الجاميتس بنجيبها ازاي، تي كابيتال مع الار مره فتبقى تي كابيتال ار كابيتال، والتي كابيتال مع الار سمول مره فتبقى تي كابيتال ار سمول. خلاص خلصنا من التي كابيتال، ندخل على التي سمول، تبقى التي سمول مع الار كابيتال مره والتي سمول مع الار سمول مره، وبكده حصلنا على كل الجاميتس المتوقعه عندنا. واعرف على طول ساعه ما يكون عندك 4 لتر يبقى مختلفين مختلفين، هيطلع عندنا 4 جاميتس. هنا لما بتكون الليترز كلها زي بعضها عندنا اهو، تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول، خلاص هي كلها بتبقى واحده يعني البروبيرتي بتاعتها واحده، فبناخد منها اونلي 1 تي سمول ار سمول، وهو بنعمل الماتنج بينهم وبنعرف مين الصفه الدوميننت. هنا قال لك اللونج ستيم هي اللي واخده التي،
والريد فلاور هي اللي واخده الار، طبعا الريد بيقابل ليها الوايت كصفه ريسيسيف، والطول الشورت عندنا كصفه ريسيسيف، وبنحل المساله بالمنظر ده وبنطلع. اتفقنا عندنا ان الحروف دي هي الجينوتايب والشكل اللي احنا الكلمات اللي احنا بنكتبها شورت وايت ريد وات ايفر احنا كاتبين ايه من الصفات دي عندنا الفينوتايب بنجيبها. تمام، هو قال لنا الريزلتنج اوف سبرينج ما طلبش مننا ريشيو ولا اي حاجه، فبالتالي بنعملها بالشكل ده. نبص عندنا على المساله الثانيه اسهل عندنا، كابيتال تي كابيتال تي كابيتال ار سمول ار، فبالتالي هنا دول زي بعض فهيدينا بس تو جاميتس عندنا. وخلي بالكم بيجيب لنا اسئله بيسالنا على النمبر اوف جاميت اللي طالعه من الحاجه اللي قدامنا دي، فبرضه ناخد بالنا منها. هنا اهو التي كابيتال ار كابيتال تي كابيتال ار سمول، دي هتدينا نفس النتيجه فملوش لازمه التكرار. هنا نفس القصه وبنطلع النتيجه عندنا. يعني في الغالب من السكند لو بيجي لنا بطريقه مباشره في الاكزام جاست شفنا احنا بناخد الجاميتس ازاي وبنطلع الاوف سبرينج ازاي، او يجي لنا انديفيديوال معين ويقول لنا هات ايه هي النمبر اوف جاميتس اللي هتطلع منه كسؤال تشوت يعني. فالموضوع بيبقى بسيط جدا في مندل سكند لو، بس نعرف ان هو بيتكلم ان هو المندل سكند لو اسمه اندبندنت اسورتمنت، وخلاص احنا فهمنا ليه هو اسمه اندبندنت اسورتمنت. بدل ما كنا بنتكلم على قانون واحد احنا بنتكلم على اتنين، على سوري كاركتر واحده احنا بنتكلم على تو كاركترز، وبنشتغل في الموضوع من غير اي مشاكل خالص. طيب يا مس، هل كل الصفات عندنا بنتكلم فيها على dominant و recessive؟ لا طبعا، في عندنا حاجة اسمها non Mendelian traits، وال non Mendelian traits دي مفيش فيها dominant و recessive بقى، لا دي صفات تانية خالص بخصائص مختلفة. زي مين عندنا بيسموا القصة دي interaction of gene، تداخل فعل الجينات interaction of gene. زي مين عندنا؟ زي lack of dominance، زي complementary gene، وزي lethal gene. ان شاء الله هنتكلم النهارده على الليك اوف دوميننس، وهي انعدام السياده. يعني ايه انعدام السياده يا مس؟ يعني ما فيش انديفيديوال بيفرض شخصيته على الانديفيديوال التاني، يعني ما فيش جين دوميننت او صفه دوميننت وصفه ريسيسيف. امال لما بيجتمعوا يا مس بيحصل ايه؟ الاتنين بيسيطروا، كل واحد بيعبر عن نفسه، فبالتالي بتظهر صفه لون او صفه مختلفه عن الأم والأب. يعني إحنا بنعرف الليك أوف دوميننس ده إزاي يا مس؟ لما بيكون الأب صفة والأم صفة والإنديفيديوال طالعة بصفة تالتة، صفة بتكون بين الأم وسط بين الأم والأب، بنعرف على طول إن الحالة دي ليك أوف دوميننس، مش بنتكلم على دوميننت ولا ريسيسيف. وين بلانت ويز وايت فلاور ماتنج ويز انذر وان ويز ريد فلاور، البروديوس ده عندنا بيبقى 100% بينك فلاور. ايه ده؟ ايوه احنا عندنا وايت وخد ال W كابيتال W كابيتال مع الريد R كابيتال R كابيتال، لما الاوف سبرينج طلعت عندنا R R كابيتال W كابيتال، وهنشوف عندنا الريشيو والدنيا طالعه ازاي. يبقى احنا عندنا هنا في الليك اوف دوميننس مفيش حروف سمول على الاطلاق. امال ايه مس القصة؟ لا، كل صفة محتفظة بنفسها واثقة في نفسها جدا، مفيش حد بيفرض شخصيته على التاني. فاده اهو الفيرست جنريشن عندنا ار كابيتال ار كابيتال مع دبليو كابيتال دبليو كابيتال، الدانا عندنا الانديفيديوال هنا بينك مش ريد خالص، اللي هو ار كابيتال W capital. يبقى طلع صفة جديدة في الـ first generation بنسبة 100%. يبقى بنسبة 100% عندنا طلعت صفة جديدة مختلفة عن الصفة بتاع الأم والأب. طيب لما نعمل second generation معمولة عندنا هي بانت سكوير، طبعا احنا الـ R capital W capital هناخد الجميتس عندنا هتبقى R capital، سوري لقيت عليها، و W كابيتال R كابيتال و W كابيتال، هنلاقي عندنا طالع R كابيتال R كابيتال R كابيتال W R كابيتال W W W، فبنلاقي الريد عندنا طالع واحد أو 1
والبنك 2 والوايت 1، فالريشيو عندنا اختلفت عن مندل فيرست لو. مندل فيرست لو كانت بتطلع 1 تو 3، لكن هنا 1 تو 2 تو 1، وده اختلاف الكومبليت دوميننس اللي موجود اللي في مندل فيرست لو على الليك اوف دوميننس. يبقى احنا عندنا تاني الدوميننت تريت كانت هي في مندل فيرست لو بتظهر في الفيرست جينيريشن بنسبة 100%. الصفة الريسيسيف في مندل فيرست لو كانت بتظهر في السكند جينيريشن بنسبة 25%. اما الليك اوف دوميننس بقى ما فيش جين سائد، نو جين دوميننت اوفر ذا اذر، فبالتالي نيو كاركتر ابيرز ان ذا فيرست جينيريشن، صفه جديده خالص بتظهر في الفيرست جينيريشن. يبقى ده عندنا مين ليك اوف دوميننس. يبقى احنا في عندنا حاجه اسمها دوميننت ريسيسيف. لما نكون بنتكلم على الدوميننت والريسيسيف احنا بنتكلم على مندلز المندليان تريت، الصفات المندليه. طب هل كل الصفات مندلية يا مس؟ لا، في عندنا نون مندليان تريت، وهناخد اكزامبل منها الليك اوف دوميننس والكومبلمنتري جين والليسل جين. النهارده بس هنتكلم على الليك اوف دوميننس، وعايزه سريعا كده اديكو اكزامبل على الليك اوف دوميننس موجود في الهيومن. عندنا في الهيومن البلاد جروبس، فصائل الدم. طيب سؤال، هو حضرتك فصيلة دمك ايه؟ انت عارف فصيلة دمك ايه ولا لا؟ في الغالب معظمنا مش عارف، بس المفروض ان السؤال ده لازم نكون كلنا عارفينه يا ولاد. انت فصيلة دمك ايه؟ لازم تكون عارفها عشان دي مهمة جدا، وهشوف الأهمية بتاعتها في البلاد ترانسفيوجن في وفي غيرها، حاجات كتيرة مهمة جدا، وكمان حاجة اسمها ريسس فاكتور برضو مهمة جدا ان احنا نعرفها. كل دي معلومات لازم تكون عارفها وتكون موجودة معاك في كل مكان، عشان لو قدر الله حصل لك أي حاجة في أي وقت نبقى عارفين الدنيا ايه، أو لو شفت حالة وحد طلب نقل دم أو غيره. تمام يا ولاد؟ طيب مش مشكلة. طب انت تعرف ايه عن فصائل الدم؟ ايوه يا مس، اعرف ان حد ممكن يكون فصيلة دمه ايه، وفي كمان يا مس بي، وفي اي بي، وفي او، يعني في كتير من فصائل الدم، في فصائل دم مختلفة. طيب يا مس، هل مكونات الدم بتختلف من شخص للتاني؟ الكومبوننت اوف ذا بلاد تشينج فروم بيرسون تو انذر؟ لا، يعني مكونات الدم عندنا واحدة اللي هي الوايت والريد بلاد سيلز، البلازما والبلاد بليتلتس. كل مكونات الدم في كل إنسان زي بعضها، بس عندنا بيختلفوا عندنا في البلاد جروب. بنلاقي عندنا إن في ألز، في ديفرنت ألز أو ثري كايند أوف جين اللي هما الألز عندنا موجودين في البلاد جروب اللي هو الـ A B and O، بس each person inherits only one pair. يبقى هم موجودين 3 pairs بس أو 3 alleles، بس كل individual only بيتوارث عندنا only one pair. طيب هي البلاد جروب ده موجودة على انهي كروموسوم؟ موجود، نفتكر الكاريوتايب بتاع السيشن اللي فات، موجود على الكروموسوم نمبر 9. يبقى ذا بير او اوف اليلز بتاعت البلاد جروب موجودة ان كروموسوم بير نمبر 9 في طبعا الهيومن. لما نيجي نتكلم على الجينيتك كلاسيفيكيشن اوف بلاد جروب، بنلاقي عندنا ان البلاد جروب يا ولاد بتدخل في او عندها 3 inheritance type، ثلاث انواع من انواع الوراثه، اللي هي ايه يا مس؟ اول حاجه عندنا مالتيبل اليلز. يعني ايه مالتيبل اليلز؟ يعني عندنا بدائل كتيره، مش بديل بنشتغل فيه لون احمر او لون ابيض، لا ده احنا عندنا بدائل كتيره جدا، حروف كتيره ممكن نستخدمها اللي هي ال A B and O. بس طبعا الهيومن inherits only one pair of them. احنا اتفقنا عندنا ان البلاد جروب اللي احنا عارفينها، يعني اي تسأل اي حد فصيلة دمك ايه هيقول لي فصيلة الدم عندنا ايه او بي او اي بي او او. طيب هل فصيلة دمه ايه عارف هل هو بيور ولا هايبرد؟ لا،
فعندنا فصيلة الدم ايه، عندنا ليها حالتين، اما ان هي تكون ايه كابيتال، ايه كابيتال يعني ايه اور ايه او، اما فصيلة الدم بي فليها حالتين، اما ان هي تكون بي بي اور بي او. فصيلة الدم اي بي ملهاش غير كيس واحدة بس، ان هي تبقى اي بي، والاو عندنا او او. طب يا ولاد ناخد بالنا من حاجة كده، احنا خلاص عارفين ان في حاجة اسمها دوميننت، وعارفين ان حاجة فيها اسمها ريسيسيف، وعارفين ان حاجة ان في حاجة اسمها ليك اوف دوميننس. طيب احنا عندنا قلنا ان الاي او دي فصيلة الدم بتاعتها ايه، فبالتالي ايه العلاقة اللي بتربط بين الاي والاو؟ اكيد العلاقة اللي بتربط بين الاي والاو ان الاي ده دوميننت والاو ده ريسيسيف. اوكي ليه؟ بدليل ان احنا لما جت اي او قلنا ان فصيلة الدم عندنا بتبقى ايه. نفس القصة مع بي، لما جت بي او قلنا ان فصيلة الدم بي، فبالتالي في كومبليت دوميننس بين البي والاو، البي دوميننت اوفر او، البي دوميننت والاو ريسيسيف. طب لما اجتمع الاي مع البي، لا الاي مع البي مفيش حد، الدوميننت اوفر ذا اذر، طلعت لنا اي بي، فبالتالي عندنا ده الحاله بتاعت ليك اوف دوميننس بين الاي والبي، ليك اوف دوميننس، والاو طبعا ريسيسيف يا عيني عليها فهي او او. ناخد الكلام ده تاني ونشرحه بصوره اوضح. احنا اتفقنا ان في حاله مالتيبل اليلز، ان في الاي والبي والاو، كمان في كومبليت دوميننس عندنا بين الاي مع الاو والبي مع الاو، الاي دوميننت اوفر او والبي دوميننت اوفر او، فهنا في حاله كومبليت دوميننس. عندنا كمان حاله ليك اوف دوميننس، عندنا مفيش حد نو دوميننت بتوين الاي وي البي، التاني بارتيسيبيت ان ذا فورميشن اوف ا نيو جروب اللي هي الاي بي، فبالتالي عندنا هنا ليك اوف دوميننس بتوين الاي وي البي. يبقى احنا عندنا البلاد جروب، عندنا هنا حالة من الكاركترز الموجودة في الهيومن، الهيرتنس في الهيومن عندنا موجود فيها، وضح لنا فيها الكومبليت دوميننس يعني اللي هي تابع من الفيرست لو، وكمان عندنا النون مندليان تريت اللي هي ليك اوف دوميننس. طيب حاجة زي كده تجيلنا ازاي في الامتحان يا مس؟ لو قال لنا في الامتحان لو مان with a blood group A married with a woman with blood group O، ايه هي احتمالية الولاد هيطلعوا عاملين ازاي؟ طيب يا مس احنا مفيش عندنا مشكلة في الاو، عندنا هي الاو او كابيتال او سمول، ايه سوري انا اسفة، او او مش كابيتال وفي سمول، او او انا اسفة، الاو عندنا ملهاش غير حالة واحدة بس ان هي تبقى او او. طب الايه يا مس؟ طب هو ما قالناش هي الـ AD A capital A capital ولا A capital اسمه سوري O، A capital A capital ولا A capital O، ما قالناش يا مس في المسألة. خلاص حضرتك تمقلش في المسألة، القصة إيه؟ هتمسك الكراسة بتاعتك وتقسمها نصين وتقول عندنا الفيرست كيس، عندنا الحالة الأولى أهي، لو البيرنت عندنا A capital A capital مع O O، دي الحالة الأولى لو الـ individual عندنا A capital A capital. طب الحالة التانية إيه يا مس؟ الـ second case بقى عندنا تكون إيه؟ لو هو A capital O، طبعا الـ individual او او مفيش في اي مشكله خالص اللي هو الاو. يبقى طالما هو ما ذكرلناش في المساله هو الشخص اللي عندنا الاي ده بيور ولا هايبرد، هل هو اي كابيتال اي كابيتال ولا اي كابيتال اسمه، لازم نعمل الحالتين عندنا يا ولاد. هنا طبعا لما ناخد الجميز هناخد من هنا بس اي كابيتال، وهناخد من هنا الاو، ونجيب عندنا الاوف سبرينج هتبقى ايه او، ففي الحالة دي عندنا كل الانديفيديوال اللي هتطلع منهم هتبقى فصيلة الدم بتاعتها ايه. طيب بالنسبة للكيس التانية عندنا
هناخد عندنا الجاميتس هتبقى ايه كابيتال، وهنا او، وهنا الجاميتس بتاعتها او ايه او، وهنا او او. يبقى في حالة ان هو ما ذكرش لازم نجيب عندنا الحالتين ونقسم الصفحة بالنص ونقول ان دي الحالة الاولى ودي الحالة التانية عندنا في قصة البلاد جروب. نبدأ بقى نشوف مسائل على الجزء بتاع النهاردة ونقول choose the correct answer. If the person of gametes with genotype a small b small is 50%, the genotype of both parents are. نسبة الجميتس عندنا اللي طلعت من الأبوين عندنا A B طلعت بنسبة 50%. الأبوين بتوعهم شكلهم عامل إزاي؟ هما مين عندنا؟ هنحل حاجة زي كده إزاي؟ بنمسك عندنا individual individual. هنا ده هيبقى A capital B capital A capital B small A small B capital A small B small. هنلاقي هنا في 4 different gametes وهنا نفس القصة، فبالتالي ال AB هيبقى نسبة 25%، 25% بس، فيبقى ده مش مظبوط. هنا هتبقى A capital B capital وهنا A small B small، فبالتالي ده نسبة 50% وده نسبة 50%، فطبعا الإجابة B هي الإجابة المظبوطة. تمام يا ولاد؟ يبقى احنا بناخد طبعا يعني احنا ده لو كانت هنا برضو بنشوف هنا، هنا A capital B capital، هنا في طالع 4 جاميتس، فطبعا النسبة عمرها ما هتبقى 50%. هنا نفس القصة، النسبة مش هتبقى 50%، فهي ال B هي الإجابة المظبوطة. هنا بيقول the percentage of red feathered birds that results from crossing two yellow feathered birds، وجايب لنا ان هما are small are small. اكيد ال red هو ال dominant وال yellow هو ال recessive. طب بالذمة يعني لو ال yellow ال recessive حصل له mating بينه وبين بعض، هل هتظهر اي نسبة للصفة ال dominant؟ اكيد طبعا لا، اكيد الاجابه زيرو بل. بس انا لسه مش مقتنع، طب اشرحي لي اكتر. ماشي يا سيدي، هنقول ار سمول، معلش ار سمول مع ار سمول ار سمول، ده البيرنت عندنا اهو. نشوف الجميلس عندنا هتبقى ار سمول وهتبقى هنا ار سمول. طيب الاوف سبرينج ار سمول ار سمول، هل في اي امكانيه عندنا ان يطلع الصفه؟ لا يمكن، لا يمكن الصفه الدوميننت تطلع من الصفه الريسيسيف، طبعا غير في الكومبلمنتري جين لما ناخدها بعدين، لكن بالشكل ده الصفه الدوميننت ابدا ما تطلعش من الصفه الريسيسيف، فبالتالي الريشيو عندنا هتبقى 0%. If two errant chickens were crossed, what would the probability be that they would have a ratio of white and black chicken? يعني احنا عندنا في هنا 3 characters، عندنا في المسألة اللي قدامنا دي ال white ال black وال errant، دي صفة كده بين ال white وال black. طالما موجودة عندنا 3 characters يبقى احنا اكيد بنتكلم عندنا على lake of dominance على طول. طالما بنتكلم عندنا على 3 different characters في المسألة يبقى احنا بنتكلم على طول على lake of dominance. فدي الصفة الوسط بين الوايت والبلاك، فبالتالي هتبقى ماخدة معانا البي كابيتال دبليو كابيتال. هو بيقول لنا ايه اللي هيحصل لو حصل ماتنج بين اتنين بالصفة دي مع B capital W capital. نشوف الجميتس عندنا خلاص الموضوع، هي القصة كلها احنا نعرف نوع الوراثة اللي احنا هنستعملها ايه. عايزة تدريب كتير وعايزة حل كتير جدا يا ولاد، يعني نشوف كده كل المسائل اللي موجودة نحلها، ندور على مسائل من على النت نحل مسائل كتيرة، هنفهم جدا الموضوع ده. تمام، هيبقى عندنا في البداية هيبقى فيه بي كابيتال بي كابيتال، هيبقى فيه بي كابيتال
W هيبقى في بي كابيتال W و W W. هو عايز نسبة البلاك والوايت هتبقى الريشيو طبعا 1 to 1. تمام يا ولاد، هي القصة كلها المسائل سهلة جدا وطريقة حلها واحدة، ان احنا بنشوف البيرنت بنجيب الجاميتس وبنشوف الاوف سبرينج. اهم من حاجة نعرف نجيب البيرنت اللي هنجيب منهم الاوف سبرينج، نفهم عندنا المسألة اللي موجودة عندنا بتتكلم على ايه، في كومبليت دوميننس ولا ليك اوف دوميننس، هل هي ليك اوف دوميننس. نفهم كويس جدا الكاركترز اللي عندنا هي موجودة ايه وبتعبر عن اي نوع من انواع الوراثة، واحنا هنقدر نحل المسألة. Answer the following question. Appearance of the recessive genetic traits is always in the result generation individuals. How far this statement is true? هل دايما الصفة الريسيسيف بتظهر عندنا في الانديفيديوال؟ هل الإجابة دي مظبوطة يا ولاد؟ لا طبعا يا مس، ده احنا عشان تظهر عندنا الصفة الريسيسيف لازم التو جين يبقى ريسيسيف. وعندنا كمان في مندل فيرست لو بيقول الصفة الريسيسيف ما بتظهرش أبدا في الجيل الأول، الجيل الأول بتظهر فيه الصفة الدوميننت فقط، لكن الجيل الثاني بتظهر الصفة بنسبة 3 to 1، فبالتالي الجملة دي خطأ بكل المقاييس. يبقى تاني عندنا الجملة طبعا الريسيسيف تريت مش بتظهر عندنا في كل الجنريشن. ليه عندنا؟ لأن علشان تظهر الصفة الريسيسيف لازم يكون في عندنا التو ريسيسيف جين موجودين، لأن هو دايما وأبدا بيور. ونتكلم كمان على إن مندل فيرست لو الأول جنريشن مش بتظهر فيه الصفة الريسيسيف خالص، لكن بتظهر فيه السكند جنريشن بنسبة يعني بنسبة 25%. What is the meaning of the following statement؟ جايب لك statement وعايز يعرف ايه المقصود بها ايه. The number of flowers with the axillary site in bee plant is 3 times more than the number of flowers with terminal site regarding the mean seedling shape. في نوعين من انواع الازهار، واحده طرفيه واحده جانبيه. الاكسلوري سايت دي بتظهر بنسبة 3، يبقى أكيد عندنا الاكسلوري سايد دي هي الصفة الدوميننت اوفر وات الترمينال سايد. بس كده ايه معنى ان الاكسلوري سايد بتظهر 3 مرات اكتر من الترمينال سايد؟ اكيد عندنا ان الاكسلوري سايد عندنا بي بلانت دوميننت اوفر ذا ترمينال سايد بلانت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.